عناوين مختلفة لأكثر من 60 مشروعاً صناعياً شاركت في المعرض السنوي الثاني للصناعات في البصرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين ومسؤولي القطاع الاقتصادي في الدولة. تعاون مع مشروع تعزيز التوظيف وتطوير القطاع الخاص جائزة المول من الاتحاد الأوروبي، معرض الصناعات الوطنية الثانية المختص بالبنايات والإنشاءات. المعامل المشتركة في داخل المعرض 60 مشروع صناعي، ومن كبار الصناعيين المتواجدين اليوم في هذا المعرض أعطوا هذا الدعم، أعطيناهم الدعم كغرفة صناعة البصرة نعيد الصناعات العراقية كما كانت على عهد سابقتها، وأن يكون هناك صنع في العراق حقيقي. ويطالب صناعيون ومستثمرون بخلق بيئة مناسبة للاستثمار بما يعزز التنمية الاقتصادية للدولة، فضلاً عن مطالبتهم بإصدار تشريعات جديدة تدعم الصناعات المحلية. هناك تحديات كبيرة، لذلك احنا نشوف لحد الآن الظروف طاردة للمستثمر يعني متعبة للمستثمر المحلي، لذلك احنا نطالب بجلسات حوارية مع الحكومة المركزية مع الحكومة المحلية لحل حالة هذه المشاكل ومن اجل يعني النهوض بواقع القطاع الصناعي الخاص. بالنسبة لنا كمستثمرين ما قاعد نحصل دعم للمستثمر بصورة عامة، وبما فيها انه مثلا انا اذا اريد اقدم على اعفاءات ما قاعد احصلها، لانه اكو هواي معوقات بها وجاي تاخرني بهواي ما جاي احصل، فلذلك اضطر اجي انا استورد على حسابي الخاص. وتؤكد الحكومه المحليه في البصره وضعها متطلبات تمكين الصناعيين ضمن اولويات برنامجها الحكومي بغيه توفير عوامل النجاح للقطاع الخاص. كحكومه محليه ندعم القطاع الخاص من خلال عدة أعمال قمنا بها تماشيا مع البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني، لا سيما في التأهيل والتدريب والإعداد. راح يكون هناك برنامج متكامل من خلال لقاءات وجلسات متواصلة بيننا وبينهم لتذليل جميع الصعاب في سبيل الحصول على منتج أفضل وفي سبيل الحصول على برنامج أفضل معهم. ويشهد القطاع الصناعي في البصرة نمواً لافتاً انعكس إيجاباً على مستوى دخل الفرد، وذلك بعد جملة من الإجراءات اتخذتها السلطات لجلب المستثمرين وتعزيز البنى التحتية. ويرى مشاركون في المعرض أن التزام العراق بدعم المستثمرين في قطاع الصناعة سيسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وسيرسخ من مكانته كمركز طموح للأعمال الحرة والتجارة. نجاح العابدي، الحرة، محافظة البصرة.